بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان
وتبارك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم صدق الله العظيم.